اخواني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكل متابعي قناه اندرويد 18 اذا بعد العديد من التساؤلات التي وجدتها في اخر فيديو كان عن هذه اللعبه والذي كان يخص ما هي الاجهزه الموافقه للعبه فورتنايت سواء من نظام الاندرويد او من نظام الايفون اليوم سوف اشارك معكم هذه الحلقه وايضا سوف اعطيكم التاريخ وموعد صدور هذه اللعبه رسميا لمنصه الاندرويد اما بالنسبه لي الاي او اس فكما يعلم الجميع انه تم ترخيصها رسميا على المتجر وهي بدون اي كود ولا اي شيء يمكنك لعبها آه يعني بدون اي مشاكل لكن المشكل الوحيد هو يجب فقط ان يكون ان تكون هذه اللعبه تدعم جهازك سواء كان يعني نظامه اي او اس ولكن ان لم تتوفر على هذه المواصفات فلن تستطيع تحميل وتشغيل هذه اللعبه وكما اخبرتكم كل شيء سوف اشاركه معكم بالصوت والصوره من الموقع الرسمي كما تشاهدون امامي على شاشه الهاتف اذا الاجهزه الغير موافقه لهذه اللعبه سوف نبدا با اجهزه الاي او اس سوف الاجهزه الغير موافقه حاليا هي ايفون 5 s 6 ايفون 6 بلس وايباد ار ميني 2 والميني Mini 3 وايباد توش يعني هذه الاجهزة توش عفوا هاته الاجهزة حاليا هي غير موافقة لهذه اللعبة هذا فيما يخص انظمة الاي او اس اما بالنسبة لمنصة الاندرويد فكما يعلم الجميع انا حتى اكون صريحا معكم اخواني السبب الوحيد الذي جعل ان اللعبة تطرح لي نظام الاي او وتتاخر يعني في الطرح والترخيص لي نظام الاندرويد هو كما يعلم الجميع انه نظام الاندرويد هو نظام مفتوح يعني به العديد من الاجهزه والعديد من الاصدارات ولهذا يستحيل على الشركه ان تقوم باضافه كل تلك الاصدارات في فتره وجيزه ولهذا سوف تاخذ وقت وكما اخبرتكم سوف اعطيكم التاريخ الرسمي لصدور هذه اللعبه بالنسبه لنظام الاندرويد ايضا بالنسبه للاجهزه الموافقه هذه سواء للاي اس قد سبق وذكرتها في احدى الفيديوهات وايضا كما تشاهدون معي على شاشه الهاتف هذه هي الاجهزه الموافقه بالنسبه لنظام الاي اس حاليا لكن في القريب العاجل اكيد انهم سوف يتم اضافه اجهزه اخرى وسوف اوافيكم باي جديد باذن الله اما بالنسبه لنظام الاندرويد كما تشاهدون معي هذه الاجهزه التي ايضا سلفت ذكر في احدى الحلقات وذكرتها لكم فيما يخص الاجهزه الموافقه لكن ان اخي كنت تتوهم بانه حاليا يمكنك لعب لعبه فورتنايت فتاكد انك لن تستطيع لعبها يعني سوف تحمل اي تطبيق واي ملف داتا او او بي بي وسوف تقوم بلصقه يعني سوف تتعب اعصابك لا اكثر ولا اقل وصدقني لن تحصل على اللعبه اطلاقا الا بعد صدور هذه اللعبه رسميا من الشركه المنتجه للعبه وكما اخبرتكم اي جديد سوف اقوم بنشره فورا على القناه وانا اهتم بشكل كبير جدا لمصداقيه قناتي اخواني لن اشارك اي معك اي خبر كاذب او اي شيء او اي لعبه كاذبه يعني بدون ان اقوم بتجربتها ومراجعتها اولا اذا كما تشاهدون هذه الاجهزه الموافقه بالنسبه لنظام الاندرويد وسلف الذكر يعني وذكرتها سابقا حاليا هي فقط هذه الاجهزه التي سوف توافق اللعبه فور الصدور ولمن اراد يعني طلب النسخه فور الصدور فقط اخواني اتركوها في التعليقات سوف اريكم الطريقه كيفيه يعني تطلبون تلك النسخه لاني سلف أه وطلبت النسخة منذ مدة يعني وجهازي كما على الجميع لدي جهاز اندرويد هو جالاكسي s 7 Edge اذا بالنسبة ايضا للاجهزة الغير موافقة او الغير مذكورة حاليا وفي الوقت الراهن سواء كانت لنظام او لمنصة الاي او او الاندرويد فأكيد أنه في المستقبل القريب يعني في بعد صدور اللعبة سوف يتم إضافة أجهزة أخرى لأنه حتى على الموقع الرسمي يعني تركوا خانة تخص أجهزة أخرى يعني سوف أكيد أنهم سوف يقومون بإضافتها لأنهم لن يعني لن لا أظن أنهم كلمة يعني بدون أي سبب يعني أكيد لها معنى ولها مغزى فأكيد أنهم سوف يقومون بإضافة أجهزة أخرى واتمنى اتمنى ان يعني يستفيد الجميع من هذه اللعبه اما بالنسبه ان كانت فقط اخواني ذاكره جهازك ضعيفه او الرام الخاص بجهازك ضعيف فانصحك باستبدال الجهاز ان استطعت اخي اكيد يعني حتى لا تواجه صعوبات اثناء تحميل هذه اللعبه لان يعني صديقي جلالي هو قد توصل بهذه اللعبه وقد قام بتحميلها سلفا على جهازها الايفون يعني واخبرني انه اللعبه اثناء اللعب يكون بها لاغ انا حاليا لم لم اقم بتجربتها ولكن اكيد اتمنى يعني ان اشاهد كل شيء اقوم بالمراجعه الكليه لهذه اللعبه حتى افيدكم اكثر واكثر اما كما اخبرتكم اخواني بالنسبه لبقيه التطبيقات الوهميه فاكيد انك سوف تتعب نفسك وفي الاخير لن تستفيد اي شيء ولن تستطيع لعب هذه اللعبه ولا اي شيء لانه لن اتدخل في امور اخرى اخواني من كان سهل يعني الخداع سوف يخدع وسوف يتوهم بأنه يمكنه لعب هذه اللعبة وتشغيلها على جهاز الأندرويد أو أي شيء أما بالنسبة لتاريخ صدور وترخيص هذه اللعبة رسميا لنظام الأندرويد سوف يكون في شهر مايو رسميا سوف تحصلون عليها بعد شهر من الآن أي في شهر مايو أي استفسار آخر إخواني اتركوه في التعليقات وأتمنى أتمنى يعني أن أجيب أني قد أجبت على معظم التساؤلات التي وجدتها في آخر فيديو لأنه العديد أيضا كان يطلب مني هل جهازه موافق للعبة أم لا إخواني أي جهاز لم أذكره ولم تشاهده حاليا في هذا الفيديو على شاشة الهاتف فأكيد أنه حاليا هي غير في هذا الوقت يعني لن تتوفر على جهازك ولكن كما أخبرتكم بعد الإصدار الرسمي ممكن جدا أنها سوف, سوف يتم إضافة أجهزة لست أدري هل سوف تكون يعني بشكل كبير أم سوف تكون محدودة حاليا ليس لدي أي معلومة أي جديد أكيد سوف أشاركه معكم بكل فرح وسرور وصراحة إخواني وللأمانة يعني كل كل من يعتقد بانه يمكنه تحميل اللعبه من روابط خارجيه ومن متاجر خارجيه سواء كان متجر ابي او ابي في ان او حتى ابي كابر واصبح يعني متجر لا يستهان به يعني بالنسبه لمتجر تاب تاب الصيني ايضا اصبح ايضا متجر معتمد يعني حتى هو لا يعطيك يعني تحميل لعبه هي كاذبه لا اما كما اخبرتكم بالنسبه لمتجر ابي في ان او متجر اب او ايضا ان وجدت انه يمكنك تحميل هذه اللعبه بروابط خارجيه ايضا سواء كان ب... كانت بملف داتا او بي بي او ابي كي منفرد فتاكد اخي ان اللعبه لن تشتغل معك وهل هذا صعب على الشركه يعني الرسميه هي اصلا لم تطرح اللعبه وانت يمكنك تشغيلها هل هذا يعقل يعني مستحيل مستحيل اخي ان تقوم بتشغيل هذه اللعبه والشركه الرسميه لم ترخصها ولم تطرحها ابدا لكن كما اخبرتكم من اراد ان يتعب اعصابه واراد ان يرهق نفسه وفي الاخير لن يحصل على اللعبه فليجرب كل شيء واليعني فليتاكد بنفسه احسن يعني لا يسمع كلامي اصلا اذا اراد فليتأكد بنفسه وليحاول وفي الأخير سوف يصل إلى الكلام الذي قد ذكرته يعني أردت فقط أن أوضح الصورة أخي إن استفدت من هذا الشرح من هذا الفيديو فلا تبخل علي بمشاركته مع الأصدقاء وأتمنى من صميم القلب أن لا تبخل علي بالضغط على زر اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وإلى اللقاء